قبائل معروفين بيعتنا وخلاصنا للوطن وباتنا وجدود ما هو اليوم ماشي غادي. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله مولانا الملك محمد السادس نصره الله وأيده باسم شيوخ تحديد الهوية للقبائل الصحراوية المغربية بجهة العيون الساقية الحمراء بمناسبة استحقاقات انتخابية تاريخية التي عرفتها بلادنا والخاصة باقتراع 8 شتنبر 2021. مولاي، بعد تقبيل الأيادي الشريفة الطاهرة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نتشرف نحن خدام الأعتاب الشريفة شيوخ تحديد الهوية لقبائل الصحراء المغربية بجهة العيون الساقية الحمراء، ونحن نعيش هذه الأيام غمرة نجاحات مسلسل استحقاقات الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية والهيئات المهنية، مرورا بتشكيل مجالس العمالات والأقاليم والجماعات وكذا انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. نتشرف يا مولاي ونحن نعيش أفراح هذا العرس الديمقراطي التاريخي المتميز لتقديم فروض الطاعة والولاء وأزكى آيات الإخلاص لمولانا الهمام راعي مقدسات وثوابت الدولة المغربية الحديثة، شاكرين صنيع أياديكم الشريفتين والكريمتين يا مولاي على ما وفرتموه للأقاليم الجنوبية من نعم النمو والازدهار والرخاء وعلى المسار الديمقراطي الحقيقي الذي رسمتم معاليمه للمنطقة وساكنتها والذي برزت تجلياته في المشاركة القوية والمكثفة لكل أطياف القبائل الصحراوية في الاستحقاقات الأخيرة لثامن شتنبر التاريخية والتي أكدت بجلاء للعالم أن أجمع على أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة ما فتئت تبرهن في كل مناسبة وطنية عن تشبثها الدائم بالوحدة الوطنية وانخراطها الكامل في المسار الديمقراطي الوطني. هذه المشاركة يا مولاي التي نعتبرها نحن أبناء الصحراء الحقيقيين بمثابة رسالة واضحة بشهادة المحللين والمراقبين الدوليين كذلك عن مدى تشبع مختلف مكونات أبناء الصحراء المغربية بالإحساس بالانتماء للوطن من خلال انخراطهم الكامل في المسار السياسي والديمقراطي الوطني وصنع القرارات وإدارة المؤسسات المحلية والجهوية والوطنية وكذا التمثيلية على المستويات القاري والدولي كما نعتبرها يا مولاي في ذات الوقت نحن شيوخ القبائل الصحراء المغربية بجهة العيون الساقية الحمراء وكافة أبناء الصحراء الوحدويون بمثابة استفتاء حقيقي وتأكيدي على مغربية صحرائنا التي لا نبغي عنها بديلاً إلا في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة الفعلية للمملكة المغربية الشريفة كما أن نجاحات استحقاقات الثامن من شتنبر إن كانت تشكل فخراً لكافة ساكنة الصحراء فإنها تعتبر بمثابة رسائل قوية موجهة إلى كل من يهمه الأمر منتظم دولي كان أو جهات معادية للوحدة الترابية حول مصداقية مغربية الصحراء وعلى أن أبناء الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية هم الممثلون الشرعيون والحقيقيون لساكنة الصحراء. مولاي، إننا نغتنم مناسبة هذه الاستحقاقات الوطنية التي تعيشها بلادنا اليوم لنعلن لكم يا مولاي عن تشبثنا الصادق والدائم واللا مشروط بأهداب العرش العلوي المجيد معاهدين الله يا مولاي على السير
وراء قيادتكم الرشيدة لتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات على جميع المستويات الإقليمية والقارية والدولية، مؤيدين جلالتكم على مواقفكم السامية والمباركة وجميع مبادرتكم الشجاعة والثابتة إزاء وحدتنا الترابية في إطار شرعية مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية. مولاي، بارك الله فيكم وفي جميع خطوات السامية التي تتخذونها خدمة لهذا الوطن ولرعاياكم الأوفياء، خدام الأعتاب الشريفة، أبناء الأقاليم الجنوبية للنهوض والرقي بهذا البلد الأمين، وجعله في مصاف الدول المتطورة اجتماعياً واقتصادياً وديمقراطياً في ظل الوحدة والاستقرار والتنمية الشاملة لكافة جهات المملكة الشريفة، وفق الحكامة الجيدة والتجويد الأمثل لإرساء الدعام لنموذج التنموي الجديد. مولاي، أبقاكم الله لرعاياكم الأوفياء فخراً وملاذاً، ميمون الرجاء، منصور اللواء، مستجاب الدعاء، وأنعم عليكم سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد في الحل والترحال، مهتدين بالنهج القويم لجدكم المغفور له الملك محمد الخامس محرر البلاد طيب الله ثراه، سائرين على خطى سياسة النماء والبناء لوالدكم المنعم برضوان الله جلالة الملك الحسن الثاني الموحد الباني ملهم المسيرة الخضراء المظفرة، قدس الله روحه ونور ضريحه. مولاي، أطال الله في عمركم وخلد في الصالحات ذكركم وقر عينكم بوليحتكم الأمير المحبوب مولاي الحسن، وشد أزركم بشقيقكم السعيد الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرة الملكية الشريفة. أبقى الله مولانا الهمام وحفظ بما حفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، إنه سميع قدير وبالإجابة جدير، والسلام على المقام العالي بالله في البدء وفي الختام. حرر بالعيون حاضرة الأقاليم الجنوبية بتاريخ 6 أكتوبر 2021 الموافق 28 صفر 1443، خدام الأعتاب الشريفة، شيوخ تحديد الهوية للقبائل الصحراوية المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.